ففضل الله سبحانه وتعالى علينا عظيم، والله سبحانه إذا أراد الخير لعبد هداه للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، فالدنيا لا تساوي عند الله تعالى جناح وعمر، ولذلك يعطيها الله للمؤمن ويعطيها للكافر ويعطيها للطالع ويعطيها للمعاصي، يعطيها لمن يحب ومن لا يحب، ولكن الله تعالى لا يعطي الدين الا لمن احب، من احبه الله واختاره يعطيه الله الدين، وهذا فضل من الله وعلامة على حب الله للإنسان أن اختاره وأن شرفه وأن يعني كرمه وأن هداه للإسلام. الله سبحانه وتعالى يحب هذا الأخ ويريد له الخير الكثير ويريد له الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، ولذلك فإن الله هداه للإسلام وشرح صدره للإسلام. والحمد لله، يعني نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياه وأن يثبتنا وإياه على الإيمان، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. والآن نأتي إلى تقديم الشهادة باللغة العربية إن شاء الله تعالى. Просим Аллах Субхану Тааля, чтобы Он вел нас прямым путем, вел этого брата и укрепил нас на нем. И теперь, то есть будем брат, чтобы повторять свидетельство входа в ислам, собственно, арабского. Ашхаду. Ашхаду. Ан. Ал. Ла. Ла. Илляха. Илляха. Илля. Илля. Аллах. Аллах. وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Source of truth, to obey you I strive, and my aim is pleasing you. Allah, you are the only one, your promise is always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray, be among the ones who love, and until my final day, I say in all my prayers, I'll be through. Billahi Rabba. وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. See you
and yet my heart believes your miracles surround me, so clear and easy to see. Allah, you are the greatest, and I submit to you. You know my deepest thoughts, you know everything I do, and I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day, I say in all my prayers, I'll be through. Billahi Rabba wa bil Islam deena, wa bi tu billahi Rabba wa bil Islam deena.